صباح الخير. موضوعنا النهاردة هيكون عن المينتال إلنس، أو اللي هو الأمراض العقلية أو النفسية. طيب، بداية كده نعرف إن إحنا عندنا there are many times when someone suffering from either mental illness أو depression may not even realize there is a problem. بمعنى إن إحنا في أوقات كتيرة قوي ممكن أي حد يكون بيشتكي أو بيعاني من أي مشاكل عقلية أو نفسية أو حتى اكتئاب، وما بيبقاش قادر ان هو يلاحظ ان هو عنده مشكلة، او ما بيبقاش حاسس بالمشكلة اللي عنده. في القطع هنا بيكلم بصيغة نفسه، فبيقول I have suffered from depression myself. I was completely unaware of what was wrong with me. My family doctor pointed it out to me and I didn't have anyone else around me that recognized the symptoms. بمعنى ان هو بيقول انا بنفسي كنت بعاني من حالات اكتئاب او احباط، ما كنتش عارف خالص انا ايه المشكلة اللي فيا، ولا كنت عارف انا ايه المشكلة اللي عندي، لكن دكتور العيلة وضح لي الموضوع ده وقال لي انك انت عندك مشكلة فعلا، وفي الحقيقة ان انا ما كانش عندي اي حد حواليا اكتشف الموضوع ده غير هو الدكتور اللي قال لي. طيب، it was hard for me to accept at first, but after having the hard facts placed in front of my face and understanding that it get worse, I had no choice but to get help. يقولك في الأول إن أنا ما كنتش قادر إن أنا أقبل الموضوع ده، إن أنا عندي مشاكل نفسية أو عقلية أو بتاع، لكن لما الدكتور واجهني بكل الأعراض دي وبكل المشاكل دي، اضطريت إن أنا خلاص أسلم بالموضوع يعني، ومبقاش عندي اختيار آخر غير إني لازم أطلب مساعدة.